هدفنا ان احنا عايزين نطلع جيل قادر ان هو يبني مصر. يعني احنا اهتمينا بالتعليم واهتمينا بالصناعة علشان نطلع شاب قادر يبقى معاه شهادة وقادر فاهم سوق العمل ماشي ازاي. يعني اللي انا شايفه دلوقتي ان مثلا المهندس ممكن ما يبقاش فاهم اللي الفني بيعمله، لا انا هطلع مهندس وفاهم اللي الفني بيعمله. يعني لو ضاقت بالظروف يقدر يشتغل بايده ويقدر يقيم الشغل اللي الفني بيعمله.